عارف اليوم عقد دورة شهر أكتوبر، الدورة العادية لشهر أكتوبر، الدورة المختصة بتهيئ ميزانية السنة المالية المقبلة 2023. انعقدت هذه الدورة في واحد الجو يعني اللي عرف الحضور تاع أغلبية تاع الفاعلين تاع أعضاء المجلس، أغلبيتهم معارضة. دازوا عدد ديال النقاط المهمة، أبرزهم كانت هي مشروع الميزانية اللي قمنا بصوت المصادقة عليه بأغلبية الحضور. هذا مشروع الميزانيه اللي عنده واحد الفوليوم، واحد لاماس ديال 160 مليون ديال الدرهم و500 الف، يعني 16 ديال المليار ونص كمجموع مداخل و16 ديال المليار ونص كمجموع مصاريف. يعني كتكون الميزانيه كتبنى على مبدا التوازن، يعني مجموع النفقات خاصو يكون كيساوي مجموع المداخل. درنا واحد الدراسه، يعني هذا الرقم يقدر يبان قليل، حيت كيف كنقولوا الميزانيه هو واحد البرمجه كنقوموا بها للمداخل اللي غادي نقدروا نخدموا بهم في السنه الماليه المقبله. ما بغيناش ننفخوها تكون واحد 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 الميزانيه مبالغ فيها، حيت اوتوماتيكيا كنرجع لمبدا التوازن. الا عمرت درت واحد التوقعات اللي صعيب عليا نحققها في المداخل، اوتوماتيكيا خاصني نبرمج نفس الرقم في المصاريف، وغادي نطيح في واحد العجز لا قدر الله اللي ما نقدرش نوفى بالالتزامات ديالي مع مختلف الفاعلين. الحمد لله كاين تقشف، كاين تقشف والحمد لله كان في هذاك التقشف باش نحاولوا نونجاجو ونبرمجوا واحد المصاريف بناء على هذاك التقشف اللي درنا في المداخل. جا اكثر من الخير، كان كيولي عندنا فائض حقيقي حققناه وكنقدروا نبرمجوه في التجهيز. حنا كنتقشفوا في التسيير كنحاولوا ندوزوه بما قل ودل، واي ربح من هذا التسيير واي فائض كنحاولوا اوتوماتيكيا ندوزوه للجزء الثاني من الميزانيه المختص بالتجهيز باش نقوموا بمشاريع تنمويه على مستوى المدينه، هي الطرقات والمحاور الطرقيه والاناره العموميه، وهذه هادو مصاريف اللي كدوز في الجزء الثاني من الميزانيه. الا ما تقشفناش وما شيطناش اوتوماتيكمون ما غاديش ناليمونطيو الجزء الثاني من الميزانيه، ما غاديش يكونوا مشاريع. دونك حنا كنحاولوا نقصوا، جبنا اكثر من التوقعات، هذاك الشيء اللي بغينا. عا ما بغيناش نديروا واحد التوقعات مبالغ فيها اللي ما نقدروش ننجزوها ونطيحوا في عجز. كما كتعرف اليوم الجماعه تاع بني ملال كتعرق قدرات توفى بالالتزامات ديالها. احنا اليوم لاول مره ولينا اجور مع المكتب ديال لوينا ومع لاراديت، خلصنا جميع الفاكتور تاع الكونسوماسيون المستحقات ديالنا تاع هاد السنوات الفارطه. احنا معاهم اليوم اجور، كيف كنقول لك جميع المقاولات اللي اشتغلت معنا في بني ملال ما كنلقاوش معاهم مشكل في لي بيمون، كنخلصوهم في لي ديلي ديالهم بناء على هاد التقشف وعلى هاد الواقعيه في تحضير الميزانيه. كثير كنتقشفي وخلينا البرمجه ديال المشاريع التنمويه حتى يكون الفائض الحقيقي. كيف كنقولوا هذه برمجه تقديريه تاع السنه الماليه المقبله 2023، في وسط السنه الماليه 2023 غادي نشوفوا النسبه تاع التحقيق تاع هذوك التوقعات. واللي كاين التهيئه ديال الطرق، هذيك التهيئه مشروع النقطه، هذيك هي المتعلقه بالنقطه الرابعه اللي كانت عندنا اليوم في هذه الدوره، هي الدراسه والتصويت على مشروع اتفاقيه شراكه متعلقه بالتاهيل الحضري المندمج مدينه بني ملال ما بين جماعه بني ملال وما بين مجلس الجهه بني ملال الخنيفره مشكور، وما بين المندوبيه الجهويه لوزاره السكنه وسياسه التعمير وسياسه المدينه. هذيك اتفاقيه شراكه ثلاثيه السنوات كتهم 2023 2024 2025 اللي عندها واحد المبلغ اجمالي ديال 23 ديال 233 مليون تاع الدرهم، يعني 23 مليار و300 تقريبا. كتهم تهيئه المحاور الطرقيه، اعاده الاعتبار للمدينه القديمه بني ملال، تهيئه الاحياء ناقصه التجهيز، تقوية شبكة الإدارة العمومية. فيها هاد الثلاثة تاع المتدخلين، كل متدخل غادي يقوم بتسيير تاع الصفقات ولا تاع التدخلات على مستوى تاع المستويات اللي غادي يقوم بالتمويل ديالها. بالنسبة للحالة تاع جماعة بني ملال هنا فهي ملزمة باش أنها غادي تأدي واحد 45 مليون تاع الدرهم، يعني 4 ديال المليار ونص كمساهمة ديالها في هذا البرنامج. حنا ديجا بدينا في هذا التفعيل تاع ديجا بدينا في التفعيل ديال هذا الاتفاقية، منها شارع القدس حتى هو غادي في هذا الإطار تاع التهيئة تاع الشوارع. لا بارتيسيپاسيون ديالنا في سنة 2022 راحنا قمنا بها، 2023 البارتيسيپاسيون ديالنا راحنا برمجناها، 2024 غادي تبقى آخر شطر من لا بارتيسيپاسيون ديالنا إن شاء الله. وهذا ربح. كيف كنقول كنشكر جميع أعضاء مجلس الجهة مشكورين اللي ترافعوا على هذه القضية وغلبوا المصلحة العليا ديال المدينة ديالنا فوق جميع الصراعات السياسية. تم التصويت على جميع النقاط الأغلبية؟ تقريبا جميع النقاط كان عليهم التصويت بالأغلبية، حيت كانوا عندنا نقاط مسطرية، ما حد كانت واحد النقطة اللي هي مهم من بعد الميزانية ومن بعد هذه الاتفاقيه تاع التاهيل الحضري المندمج، اللي هي النقطه ديال الدراسه والتصويت على الاتفاقيه بين الجماعه ديال جماعه بني ملال والوكاله الجماعيه لتوزيع الماء والكهرباء. كما كنعرفوا في اطار سياسه التقشف المالي اولا وتحت اجراءات التدابير الاحترازيه لمواجهه موجه الحر وموجه الجفاف اللي عرفت المملكه، قمنا بواحد التدابير تاع اننا نحاولوا نقصوا من العدد ديال السقايات ديال الماء اللي كانوا وصل احياء تاع بني ملال، احياء السكنيه. هاد الاجراء
صفر لنا على واحد التدمر تاع الساكنه اللي من حقهم حنايا ما يمكنش غادي نجردوهم من هذا الحق الدستوري ديالهم. دونك خاصنا نديروا واحد 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 خاصنا نديروا واحد الحركه تجاه هاد الساكنه هادو. قلنا الحمد لله بالبرمجه ديال هاد الاتفاقيه مع لاراديت تاع 500 ربط اجتماعي داخل المجال الحضاري ديال بني ملال، وخصصت كلها للناس اللي كانوا ساكنين بمحاذاه هاد السقايات اللي قمنا يعني بالازاله ديالهم، باش نحاولوا نوصلوا لهم حتى المساكن ديالهم. كاينين تسهيلات مع المحكمه الابتدائيه في اطار الدعاوى الاستعجاليه للناس اللي ما عندهمش موافقه صاحب المال، كل هذه احنا غادي نعطيو المال للجميع بما بغض النظر على المشاكل العقاريه وكل ما يلزم ذلك من اجراءات. داكشي اللي غادي يخلو ماذا؟ طب خلاص